وقال عبد العال إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية تكفل تأمين المقاصد السياحية. أعلن رئيس مصلحة الجمارك محمد صلحاوي أن مصر والسعودية تستعدان للتوقيع قريبا على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية. وأضاف صلحاوي أن الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السودانية. وقع كل من مجلس التدريب الصناعي والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب والشركة المصرية العربية للخدمات بن لادن في مصر اتفاقا تنفيذيا لتدريب وتشغيل عمالة في مجال التشييد والبناء، وذلك في إطار البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل. وقال المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشربيني خلال مراسم توقيع الاتفاقية إن المجلس طرح 60,000 فرصة عمل في المجتمع الصناعي، لم يتقدم لها إلا نحو 47,000 باحث فقط. وأوضح الشربيني أن أول ملتقى للتوظيف سيكون في محافظة المنيا، لافتا إلى أن مركز التدريب يتحمل تكلفة التدريب 100% بجانب إعطاء المتدربين حافزا ماديا لضمان التزامه بالتدريب لمدة شهر واحد. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك أن نمو الشركة في السوق المحلية أصبح صعبا للغاية بسبب نقص الغاز الطبيعي. وأظهرت نتائج الربع الأول من العام الحالي هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 1.8% عن مستوى قبل عام، نظرا لأن تراجع أسعار المنتجات بدد أثر ارتفاع الإنتاج والمبيعات. وأعلن مسؤول في سابك في وقت سابق من أوائل العام الماضي أن الشركة تعتزم إصدار صكوك في أواخر عام 2013 أو في عام 2014 لتمويل مشروعات مقبلة. قدمت إدارة الأسواق المالية في ليبيا مجموعة من التوصيات للحكومة والجهات التشريعية لتعديل بعض التشريعات المرتبطة بالاقتصاد الليبي، وقالت إن الاقتصاد الليبي يجب أن يقلل من اعتماده الكلي على النفط الذي تصل نسبته إلى 95%. وشددت إدارة الأسواق المالية الليبية على أهمية دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والخاصة لما لها من تأثير إيجابي كبير في بناء الاقتصاد الليبي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مطالبة بلاده سلطات أوكرانيا بتسديد ثمن الغاز وتأجيلها التحول إلى نظام الدفع المسبق لا علاقة له بالأوضاع السياسية في أوكرانيا. وقال بوتين أن طلب روسيا تسديد ديون المستحقة لصالحها لا يرتبط بتاتا بالانتخابات المقررة في أوكرانيا في 25 مايو. ودعا الرئيس الروسي الدول الأوروبية المعنية بدعم الاقتصاد الأوكراني إلى المشاركة في مساعدتها وصياغة الإجراءات اللازمة من أجل تمويل ميزانية أوكرانيا. شدد بوتين على أن موسكو مستعدة للانتظار مدة شهر آخر لن تنتقل خلاله إلى نظام التسديد المسبق لثمن الغاز. نهاية وقفتنا الاقتصادية في هذه الساعة الإخبارية الشاملة. عودة إلى المتابعة السياسية من جديد مع ريهام رجائي ومي صالح. بالفعل أحمد، متواصلين في بانوراما النيل بشقها السياسي، وهذه المرة من سوريا. أصيب تركيان بجروح نتيجة سقوط قذيفة هاون مصدرها الأراضي السورية على بلدة حدودية بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية في أنقرة. في غضون ذلك أفاد المرصد السوري بأن الطيران الحربي نفذ غارات عدة على مناطق في حمص القديمة عقبها قصف مدفعي بتزامن مع استمرار الاشتباكات بين كتائب المعارضة والقوات الحكومية. زار الرئيس السوري بشار الأسد مدينة معلولة المسيحية شمال العاصمة دمشق التي استعادت القوات النظامية السيطرة عليها قبل نحو أسبوع بمناسبة عيد الفصح. كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد كشفت عن قيام الولايات المتحدة بتزويد المعارضة السورية لأول مرة بكميات محدودة من صواريخ مضادة للدبابات أمريكية الصنع. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذه الخطوة جاءت في عقب فشل مباحثات السلام التي تدعمها واشنطن والمكاسب الأخيرة التي حققها
حققها النظام السوري على أرض المعركة، وكذلك بعدما أعادت المعارضة السورية تنظيم صفوفها. أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن فرنسا تملك بعض العناصر التي تفيد عن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية، ولكن من دون أن تملك أدلة على هذا الأمر. من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة البعثة الدولية المشرفة على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية سيغريت كاغ أنه تم نقل أو تدمير ما يقرب من 80% من الترسانة الكيميائية السورية، وأضافت بأنه إذا ما استمر العمل بهذه الوتيرة فستتمكن دمشق من الالتزام بالموعد المحدد في 27 من إبريل الجاري لتسليم جميع المواد الكيميائية المعلنة. عاد اليوم إلى فرنسا الصحفيون الفرنسيون الأربعة الذين كانوا قد تم اختطافهم في سوريا واحتجزوا كرهائن لأكثر من 10 أشهر. وكان الرئيس الفرنسي أولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس في استقبال الصحفيين الأربعة لدى وصولهم قاعدة عسكرية غربية باريس. نفت وزارة الخارجية الليبية الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق سراح السفير الأردني فواز الغيطاني، وأشارت مصادر دبلوماسية في طرابلس إلى أن السفير الأردني لا يزال محتجزا لدى الجماعات المسلحة، مطالبة وسائل الإعلام تحري الدقة في هذا الشأن. قتل 30 عنصرا في تنظيم القاعدة وأصيب عدد كبير منهم بجروح في هجوم لطائرة بدون طيار اليوم في جنوب اليمن، وأشارت مصادر قبلية إلى أن طائرة أمريكية قصفت تجمعا لعناصر القاعدة في بلدة المحفد في منطقة جبلية بمحافظة أبين. يأتي هذا الهجوم غدا مقتل 10 من عناصر القاعدة في قصف لطائرة بدون طيار استهدف سيارة في محافظة البيضة وسط اليمن. في العراق تبنى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش الهجوم الذي استهدف مبنى جامعة الإمام الكاظم شرق العاصمة بغداد صباح اليوم، وكان مصدر أمني عراقي قد كشف عن قيام انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه أثناء عملية اقتحام مبنى جامعة الإمام كاظم، أعقبه إطلاق للنار كثيف من مسلحين ما أسفر عن سقوط 18 شخصا بين قتيل وجريح. يأتي هذا في ما سقط 10 أشخاص في محافظة المثنى بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارتين مفخختين شمال مدينة السماوة. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في محافظة الأنبار عن مقتل 9 من عناصر تنظيم داعش وتدمير آلية تابعة لهم وتفكيك 8 عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الأمن عدة مناطق شمالية مدينة الفلوجة، وذلك بالتزامن مع قصف بالطيران الحربي على بعض المواقع المحددة في الحي الصناعي الذي يعد المقر الرئيسي لتنظيم داعش، وذلك لإضعاف قدراته داخل المدينة بعد أن كان قد ضاعف من تحصيناته داخل الفلوجة وسيطر على مباني حكومية. في غضون ذلك بدأت القوات الأمنية عملية عسكرية واسعة النطاق ضد عناصر تنظيم داعش في منطقة الحميرة جنوب الرمادي. وفي الملف الأوكراني، أعلن رئيس بلدية مدينة سلافيانساك معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حظرا للتجوال وبعد مواجهة مسلحة أسفرت عن 5 قتلى. ذكر التلفزيون الروسي أنه من بين القتلى 3 من الانفصاليين الموالين لموسكو، أن القتيلين الآخرين من المجموعة التي هاجمت نقطة التفتيش. في الوقت نفسه توجه وسيط من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى شرق أوكرانيا في مسعى لحمل الانفصاليين المؤيدين لروسيا على الاستسلام بعد أن أعلنت حكومة كييف هدنة خلال عيد القيامة في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو في جنيف الخميس الماضي.
نشرتنا متواصلة نتابع فيها المزيد بعد الفاصل. وزير الثقافة يفتتح دورة الثانية من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. متواصلون معكم. افتتح وزير الثقافة دكتور محمد صابر عرب المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثانية بمسرح بئر يوسف بالقلعة. وتشارك 21 دولة بالإضافة إلى 10 فرق مصرية في المهرجان الذي يستمر حتى 25 من أبريل الجاري، ويتزامن حفل الختام مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء. وفي ختام بانوراما النيل إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين: العليا للانتخابات تغلق باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وتعلن القائمة النهائية غدا. محلب يترأس وفدا وزاريا لتقديم تهنئة للبابا تودروس الثاني والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتسمح بدخول 28 متطرفا إلى المسجد وساحاته تحت حمايتها. ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة، إلى اللقاء.